بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات مادة تاريخ الأردن، وفي هذه الوحدة سنلتقي الآن بعد لقائنا مع مديرية الأمن العام والحديث عن الدفاع المدني وقوات الدرك، سنلتقي الآن للحديث عن دائرة المخابرات العامة. نقول طلبتي، تأسست دائرة المخابرات العامة عام 1964، وهي دائرة ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها القوانين السارية على ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وتعد واحدة من أكثر الدوائر الاستخبارية تميزاً واحترافية على مستوى العالم، وتحظى بثقة كبيرة عالمياً لإسهامها في مجال التعاون الدولي ودورها في التصدي للإرهاب والتخريب. تقوم المخابرات العامة بموجب قانونها بالمهام والعمليات الاستخباراتية في سبيل أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها، وبالأعمال والمهام التي يكلف بها رئيس الوزراء بأوامر خطية، وتحمل هذه الأعمال طابع السرية. ومن أبرز الواجبات التي تقوم بها مديرية دائرة المخابرات العامة جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى صانعي القرار السياسي، مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعلاً مادياً تخريبياً، ومحاربة أي محاولات لاختراق المجتمع الأردني. نعم، أيضاً العمل على مكافحة التجسس، ونقول بأن المخابرات نجحت منذ تأسيسها في حماية أمن المملكة وإحباط الكثير من محاولات والمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره وترويع أبنائه. واكبت المخابرات العامة المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية، وتتعامل في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والتشريعات النافذة. نعم، نقول طلبتي بأن جهاز دائرة المخابرات العامة يعمل على أن المواطن الأردني شريك أساسي في حماية الأمن والاستقرار الوطني، وتعتمد في جانب كبير من عملها على وعي وإدراك المواطنين وتعاونهم وحرصهم على أمن وسلامة المملكة والقانتين عليها. هذا طلابي مجمل حديثنا عن دائرة المخابرات العامة الذي سنلتقي فيه خلال هذا الأسبوع، راجياً منكم العودة إلى صفحة 145 للعمل على حل التمارين الموجودة في هذه الصفحة والتي تشمل الموضوعات السابقة. شكراً لكم طلابي، ودمتم برعاية الله.